الرحيم ندعو الله أن يحفظ مصر وشعب مصر من كل سوء وأن يجنبهم شر الفتنة والانشقاق والانقسام ومن هذا المنطلق يجب أن نتعظ بما يحصل حولنا وأن نستخلص الدروس وأن نعمل على توحيد الشعب التونسي وذلك من خلال دستور حاضنا وجامعا لكل الأطياف الفكرية والسياسية وكل الشرائح والفئات الاجتماعية بخلاصة أن نعمل إلى كتابة دستور للتوانسة الكل. بالنسبة لنسخة المشروع الدستور اللي احنا نقش فيها وثمن الجوانب الإيجابية اللي جات فيها، منها في التوطئة وقع الإشارة إلى حقوق الإنسان الكونية السامية، ووقع حذف الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي اللي كانت منصوص عليها، وقع إضافة حرية الضمير في فصل السادس، وقع إضافة فصل 48 في باب الحقوق والحريات، فصل مستقل بذاته يتحدث على الحدود التي يمكن اعتمادها للحقوق والحريات، مع أن هذا الفصل منقوص وقابل للتحسين يجب التنصيص عليه على شرطي التناسب والضرورة في مجتمع مدني ديمقراطي. إحداث محكمة دستورية، وهذه حاجة جديدة في الدستور مقارنة بدستور 59، مع أن التركيبة المزدوجة عندها مخاطر تنجم تكون تؤدي إلى أن تكون عندنا غدوة محكمة دستورية متسيسة، على خاطر ما نعرفوش الثلث من غير القانونيين شكونهم وكيفاش باش يكون تعيينهم. إحداث هيئات دستورية، وهذه حاجة إيجابية في الدستور هذايا. الباب اللي نجموا نفتخروا به هو الباب الرابع، هو السلطة المحلية اللي تقوم على أساس اللامركزية. مع كل هذه النقاط الإيجابية هناك العديد من الإخلالات. الدستور محاط ومحفوف بمخاطر جدية تنبأ بعودة الاستبداد من النافذة الديمقراطية. في هذا النص هناك عدم انسجام على العديد من المستويات. المستوى الأول هوية الدولة. الدولة التونسية دولة مدنية منذ الاستقلال، واحنا هنا لا نطالب بشيء نفقده، احنا هنا نتحدث عن شيء يخصنا ويحدد سيمة البلاد هذه، ولذلك نريد تضمينه في هذا الدستور بشكل واضح ودقيق. ما معنى دولة مدنية؟ الدولة التي تقوم على إرادة الشعب هي دولة المواطنة، هي دولة التشريع. كل التشريع بما فيه الدستور يستند ويستمد من إرادة الشعب. الدولة المدنية هي تنكر أو ابتعاد على كل أصناف الدولة الدينية، الفئية، الطائفية أو العسكرية. هل يكرس الدستور هذه الدولة المدنية؟ حسب رأيي لا، مع أنه يوجد تقدم بالنسبة إلى دستور 59، حيث أن هذا النص أدرج لفظ ومفهوم الدولة المدنية في التوطئة في فقراته الثالثة وفصل الفصل الثاني. ولكن حين نرى الفصل 144 اللي يقول اللي كل الفصول تتأول بعضها البعض، ونقرأ الفصل 141 اللي يقول لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة، لهنا النص أول هنا فما تأويل الفصل الأول مع عبارة تأسيساً على تعاليم الإسلام اللي موجودة في التوطئة يمكن فتح الباب إلى دولة عقائدية. كما يجب الاستبدال لفظ الابتعاد عن التوظيف الحزبي بالتوظيف السياسي بالنسبة لدور العبادة في فصل 6، وأيضاً بالنسبة للمؤسسات التربوية في فصل 15، وأيضاً بالنسبة للإدارة. النقطة الثانية، النظام السياسي. عنا نظام باش يأسس إلى دولة مختبلة، لأن ما فماش توازن إيجابي لا بين السلطة ولا داخل السلطة التنفيذية. التوازن مفقود بين السلطة الثلاثة وهو غير موجود في مستوى الرقابة. المجلس يمكن أن يساهم في إعفاء رئيس الجمهورية. المجلس بإمكانه أن يوجه لائحة لوم للحكومة أو يسحب الثقة لأحد أعضاء الحكومة،
وفي المقابل السلطة التنفيذية ما عندهاش الحق باش تحل البرلمان إلا في صورة واحدة وهي الفشل في تشكيل الحكومة بعد 4 أشهر. فين التوازن هنا؟ شنو باش يصير؟ محور الاستبداد باش يخرج من السلطة التنفيذية وباش يتنقل إلى البرلمان. هنا ما حاربناش الاستبداد، حاربنا رئيس الجمهورية. أكثر من هذا، نضع فصول تقول أن رئيس الدولة منتخب من الشعب وهو يمثل الدولة ويضمن استمراريتها ومتابعتها. ونجيو ما بين فصل 88 وفصل 69 ونقولوا إذا كان الحكومة ما تشكلتش بعد 4 أشهر، رئيس الدولة يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات في أجل أقصاه 90 يوم. نجمو نقعدوا 7 أشهر وما عندناش حكومة. رئيس الدولة ما عندوش سلطة المراسيم، بما أنه في فصل 69 حطيناه في حالة حل المجلس، رئيس الحكومة هو يعطي يصدر المراسيم. وأحنا لا عندنا لا حكومة ولا رئيس الحكومة. ولهذا شو مش يكون عندنا الآلية التشريعية باش تكون متعطلة. كيفاش لهنا رئيس الجمهورية باش يمكن أن يضمن استمرارية الدولة؟ كيف في الفصل 65 يقول أن المجلس النواب ما يصادقش على مشروع القانون المالية في أجل أقصاه 41 ديسمبر، يمكن تنفيذ مشروع بأقصى 3 أشهر بمقتضى أمر حكومي. لهنا عندنا بدعة من بدائع المجلس هذا، أمر حكومي من جبناه احنا، اخترعناه في المجلس. وهو شكون عملها الميزانية؟ عملتها الحكومة. كيف المجلس ما يصادقش عليها، نزيدوا نعطيه للرئيس الحكومة باش هو يعملها بأقساط، معناتها يصادق ولا ما يصادقش المجلس ما فماش حتى مشكلة. هنا فما زال خلل. في الفصل 76 عطينا رئيس الحكومة السياسة الخارجية والدفاع والأمن القومي وقلنا له أرسمها، أما أرسمها في إطار السياسة العامة للدولة. وشكون يضبطها السياسة العامة للدولة؟ هو رئيس الحكومة. لهنا رئيس الجمهورية صباب ما على يدين. كيف بالنسبة للتعيينات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن والأمن القومي؟ ما تنجم تعين إذا كان ما اعترضتلكش لجنة النيابية المعينة. لهنا يقعد رئيس الجمهورية تحت رحمة الأغلبية. كيف رد القا حق رد القوانين، اعطيناه الحق هذايا لكن بدون تعزيز الأغلبية. ولهذا شنو باش يكون عندنا؟ يكون عندنا نظام ديمقراطي، كان مركز الديكتاتورية في السلطة التنفيذية ولا باش يتنقل في البرلمان. إن تمسكنا بأعمال اللجان اللي هي ليست لا تهريج ولا اعتباط، بل هو ضمان لدستور عصري ديمقراطي عبر آليات وضمانات كانت نصت عليها اللجان التأسيسية كدستر حق المعارضة بإعطائها آليات رقابة حقيقية ودور فعال، مش كما جاء في فصل 59 مجرد فصل عام فيه كلام فضفاض وليس له حتى أثر قانوني. كذلك عملنا على دستارة الرقابة الديمقراطية للأمن والجيش والمخابرات، ورأت الهيئة أن تتخلى عنها دون تفسير ولا توضيح ولا منطق، واكتفت بفصلين في المبادئ العامة. الأمثلة ما زالت عديدة ومتعددة، وخاصة في باب السلطة القضائية وتركيبة مجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، وبالنسبة للنيابة العمومية اللي الفصل اللي كان يتحدث عليه تنحى. ما نجمش نتعرض إلى كل التفاصيل في 10 دقائق، ولذا نقول النقاط الخلافية هذه تكررت على لسان العديد من النواب، وإعادة النظر فيها أصبحت محل إجماع، ولعل تكوين لجنة توافقات بمثابة فرصة أخيرة لتقريب وجهات النظر والسمو بالدستور عن التجاذبات السياسية. وأتمنى أن يكون شهر رمضان المبارك فرصة تؤلف بين جميع التونسيين وتتوج عملنا بدستور توافقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. بارك الله فيك سيدة ريم، أنا أحييك وأود أن أشكرك على هذه المداخلة التي كانت في صميم